السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد لجولة الصباحية في الشاطئ. جبت هذه الجولة تاني هنايا في الصباح، لقيت البحر هرب بزاف، عمليات الجزر، وطامت الفرصة ناخذ الفيديو هنايا لأن الصخور هذه بالليل كانت مكسوة كانت في أعماق البحار، ودروك هي مكشوفة. هذاك الصباح تيكون الصخرة اللي تيكون في قاع الماء تيعطي واحد المنظر رائع، تيكون في دوك الأعشاب البحرية تاهي لاصقة فيه، دوك الصدفات لاصقين، دوك بلاح البحر تاهو لاصق، واخا باقي صغير تيكون مكسوب الصخور كما غادي تشوفوا شوية من بعد. هاد الصخرة هادي ممتلئة بهداك بلاح البحر، والمياه شوفوا نقية زليلة، رملاتها تبان في خلال الماج تبان شفاف، الرماس تتبان هاديك الصفورية الذهب كما تقولوا، الرمال الذهبية، والجو جميل ونقي الحمد لله. تسمع غير الصوت تاع الأمواج تطم باب الصخور. وهاد الجولة هاكا زوين في هاد الصباح هاكا، هاد بنتي خرج تستنشق هواء نقي، تيستمتع بهاد المناظر الجميلة بحال هاد الصخور عندي كما تشوفو. هانتوما هادوك الأعشاب راه لاصقة، هما داك البلاح البحر واخا باقيين صغار، هاهو شوف كيداير ممتلئ هنا من الصغار تقريبا، ممتلئة كلها تبارك الله، منظر رائع تعطي، ضاربة فيه الشمس تعطي واحد المنظر رائع جميل. والكبير فيه راه تايبيع دوك البحارة تيشقورة، الناس ياكلو قاع هاكا خطر، كاين تيسلقو تاع تياكلو، كاين تياكلو هاكا خضر فيه بروتينات جد مهمة للجسم. وكيما تشوفو هانتوما البحر جميل، مواج رائعة. يبان لك الأفق على البحر ملاقي مع السماء، سبحان الله منظر رائع، ولا موجة هادا تلتطم بالصخور تعطي هاديك الرغوة بيضاء، منظر رائع. الإنسان اللي حدا البحر يخرج يدير بحال الجولات راه مهمة للنفس، راحة للنفس، يستنشق الإنسان هواء نقي، واللي في الداخل مزيان لازم يسافر وياخذ الاحتياطات ديالو، خاصة في هذا الظرف هذا تاع الجائحة. نسأل الله يرفع عنا في القريب العاجل يا ربي، ونحن وجميع المسلمين في كل مكان سالمين منها يا رب. ياخذ الاحتياطات ديالو، لو كان خارج يدير الكمامة ديالو، يدير التباعد، ويطلب الله السلامة. لازم يخرج بالأدعية والأذكار، ويدخل بالأذكار الله التي يحفظ سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد يا رب. كانت من الفيديو روحكم، اللي مشارك يشارك، خبروا الأهل ديالكم والمعارف ديالكم يشاركوا قناة مباركة الحمد لله لتعم الفائدة. جزاكم الله خير. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.